لاعب جلطة سراي. نعم لاعب جلطة سراي ابراهيم يدور بالكرة، التمريرة، التسديده، اول هدف المباراة عن طريق سليماني، اسلام سليماني يفك شفرة الحارس موندندا، الحارس شارلوروا البلجيكي في هذه الدقيقة، ربما الدقيقة السابعة، بداية الدقيقة السابعة. سليماني لعب جماعي رائع بين اللاعب ابراهيمي وكذلك سليماني، التسديد الحارس يرد وسليماني في المكان المناسب، عودة قوية لسليماني الذي يتألق في البطولة الفرنسية مع ناديه موناكو حيث أحسن ممرر، وكذلك انتدب واختير أحسن لاعب في الشهر هذا الشهر الماضي في البطولة الفرنسية. شوف ابراهيمي يدور بالكرة يمرر التسديدة، الحارس موندندا ما يتمكنش من الكرة، سليماني في المكان المناسب والهدف الأول لصالح المنتخب الجزائري، بداية قوية للمنتخب الجزائري هشام. 29 هدف لإسلام سليماني في 63 مباراة بألوان المنتخب منذ التحاقه بتاريخ 26 ماي 2012، إسلام يصنع النجاح والتفوق. وهو طبعا في الطريق الصحيح سليمان، وسجل 5 أهداف. الكرة كونغولية حذاري من اللاعب باكومبو، الهدف حذاري، قلت حذاري، والهدف عن طريق اللاعب سيدريك باكومبو لاعب بيجينغ الصيني، قلتها حذاري من العرضيات والسرعة. على كل الهدف التعادل وفرحة الأنصار الكونغوليين على مدرجات ملعب مصطفى تشاكار. شوف مرة أخرى التوزيعة وحده رأسية باكومبو أمام الحارس دوخة. معليش هي مباراة ودية تطبيقية، كيف نشوف رد فعل اللاعبين الجزائريين هشام بعد هدف التعادل؟ رد فعل بالماضي غاضب جدا لأنه